هو ايه اللي بيحصل في مصر الثلاث ايام اللي فاتوا؟ موسم الحرايق، مصر بتولع تقريبا كل يوم، بنسمع عن حريق اكبر من اللي قبله. بدأ في المعادي، بعدين وصلنا لاستوديو الاهرام، البيوت اللي جنبه، بعدين رحنا للتجمع البنوك في التجمع الخامس، وبعدين سمعنا عن استوديو في مدينة الانتاج الاعلامي، وحرائق بقى بني سويف، حرائق مصنع مش عارف فين، حرائق في المريوطية. هو جماعة ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيحرق مصر؟ يعني هل مثلا احنا الايام دي في شهر 7 أو 8 فدرجة الحرارة عالية جدا فبتحصل مثلا حرائق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؟ لا، احنا في شهر مارس فدرجة الحرارة في مصر مش بالارتفاع ده. يعني الحاجة التانية، هل احنا مثلا امام حوادث صدفة؟ فجأة كل الحرائق دي بتحصل في وقت واحد، في لحظة واحدة، بالتزامن مع بعض، حريق بيسلم حريق؟ والله ده وارد، بس برضو حاجة مستبعدة. هل في جماعة ما أو تنظيم ما أو تيار ما أو قوى الشر أو أهل الشر أو في حد قرر إنه يحرق مصر فجأة؟ والله النظام يقول لنا، يعني اطلعوا احكوا لنا يا جماعة إيه اللي حصل؟ أنتوا قلتوا إن إحنا قضينا على الإرهاب من سنين يعني. طيب هل النظام اللي بيولع في البلد؟ يعني هل الحكومة هي اللي بتولع في أماكن معينة مثلا عشان تبيعها بعد كده المستثمرين؟ والله في ناس بتحب برضو تصدق الكلام ده ومعندها الثقة في الحكومة وممكن تصدق أنها تعمل أي حاجة. ولا مسلسل الحشاشين الحكومة عايزة تدينا كده هنت، أو المتحدة عايزة تدينا كده حتة إن إحنا عايشين المسلسل بجد في الحقيقة؟ ما هو حسن الصباح في المسلسل وصل مصر، فاحنا لازم نعمل شويه حرائق بقى بمناسبه حسن الصباح، فالناس تصدق ان حسن الصباح هو حسن البنا والحشاشين هم الاخوان وكده. الحقيقه كلها يعني احتمالات، ما حدش عارف الحقيقه فين، لكن الموضوع غريب جدا ومريب جدا. مهندس نجيب ساويرس حتى كان كاتب من شويه الموضوع، الحريق ده، الحرائق ده مريب قوي يا جماعه. قولي في التعليقات رايك ايه؟ مين اللي بيولع في مصر؟ مين سبب الحرائق؟ ليه الحرائق دي كلها حصلت في يومين ثلاثه ورا بعض بنفس الطريقه ونفس الاسلوب؟